هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب. بعد يومين من زيارة نتنياهو إلى قرى النقب والتعهد بالعمل على تطويرها وضخ الميزانيات إليها، قال الوزير عن عرس حزب الليكود أوفير أكونيس في مقابلة إذاعية أنه يدعم استمرار هدم البيوت في النقب. وأكد أكونيس أن زيارة نتنياهو لا تعني وقف هدم البيوت والقرى غير المعترف بها في النقب في تصريحات تنسف كافة تعهدات ووعودات نتنياهو. ألم تضعوها حتى اللحظة شيخ فايز وأنت كنت يعني من النشطاء من قبل يعني من بين رؤساء السلطات المحلية التي التقت يعني بنتنياهو عبر الزوم مؤخرا بقضايا العنف والجريمة وغيرها من القضايا، ألم يكفي ما سمعتم وما رأيتم حتى تتيقنوا إلى أين الوجهة؟ احنا التقينا برضو يا أخت الكريمة وجه لوجه مع نتنياهو في مكتبي في القدس، يعني أكثر من مرتين التقينا قد بخصوص الجريمة بخصوص أيضا الكورونا. طبعا الرجل يعني يقول أنه سوف يقوم، ولكن هذه سوف للتسويف وليس من أجل يعني وضع واقع جديد على الأرض، وبالتالي تغيير السياسة يأتي عن طريق عدد أعضاء البرلمان اللي ممكن احنا ندخلهم يعني وإذا كان الإشي متعلق بكم سيد فايز أبو صيبان أنه مقابل شروط أن تبقوا نتنياهو في الحكم، إذا كان الاتكال على هذا أنتم ستقومون بهذا مع نتنياهو مع غيره، إذا فهمت التصريح صحيح. بالضبط، يعني إذا كان نتنياهو يعترف بالقرى العربية غير المعترف بها، إذا كان نتنياهو بده مثلا يوسع المسطحات للقرى العربية، تفكيك السلطة تطوير البدو، دعم السلطات العربية ميزانيات، وأيضا قضية الجريمة ومحاربة الجريمة بشكل فعلي وليس بشكل فقط مجرد تصريحات. ماذا يريد النخب؟ لا بس ما بيقدر يوعدكم في هذا، بيقدرش يعملها قبل خلال المفاوضات. يعني هل يعني أنا بس بدي أفهم، هل ممكن أنتوا تتفاوضوا مع نتنياهو أقولكم أنا بدي أقضي على الجريمة، بدي أقضي على قضية هدم البيوت في مقابل التوصية علي أو الاتفاق معي، هل ممكن أنتوا تدخلوا بهيك سجال معه؟ أنا بقول لك أخي الكريم أنه أعضاء الكنيسة العرب تفاوضوا مع نتنياهو بخصوص الجريمة، ونحن كقيادات عربية جلسنا مع نتنياهو بخصوص قضية الجريمة، وهناك اقتراح طبعا ل 150 مليون شيكل من تم رصدها لذلك، ومن هذول ال 150 مليون شيكل في منهم إقامة ست محطات للشرطة. هذا لا نريده، إقامة ست محطات للشرطة، نريد تغيير سياسة الشرطة تجاه المواطن العرب. يعني إذا كان هناك جريمة فيجب على الشرطة أن تصل إلى المجرم الذي قام بهذه الجريمة، هذا الذي نريده، ولا نريد فقط مجرد شعارات وبناء محطات للشرطة. عندنا محطة إحنا للشرطة جديد، يعني شرطة مدنية بنسميها، التي أراد نتنياهو أن يفتتحها. وطبعا أنا رفضت هذه الزيارة لرهط، وهذا الموقف يسجل، يعني ان احنا مش في جيبة احد، احنا لا يمين ولا يسار، لا محسومين على اليسار ولا محسومين على اليمين، نحن نحمل اجندة تحمل هم المواطن العربي، وبالتالي من يريد ان يتجاوب معنا على هذه الاجندة فنحن ربما نعطيه وربما نتشارك معه. اذا ما تقوله انت اذا يعني ما تقوله انت اذا فهمت الامور صح، يعني انه في حال تم التفاوض مع نتنياهو وافق على مطالبكم ممكن ان تكونوا جسم مانع يحمي نتنياهو من السقوط؟ طبعا هي الأشياء معروفة، يعني الإخوة موجودين في القائمة العربية الموحدة، معروف الأجندة تبعتهم في هذه القضية، قضايا هدم المنازل، حرث المزروعات، قانون كيمينيتس، وأيضا تجميد باقي القوانين العنصرية وقانون الهوية وكل هذه الأمور، هذا الذي نريده نحن، وهذا الذي تظاهر ضده الوسط العربي كله. إذا نتنياهو معني بإلغاء هذه الأشياء التي يعني أفرزتها سياسته للأسف الشديد تجاه المواطنين العرب، فطبعا اهلا وسهلا، اما اذا استمر في هذا الموال فمش في جيبة احد، احنا لا عنده ولا عند غيره. شيخ فايز، اذا حصلتم يعني بشكل افتراضي على وعودات شبيهه من قبل كافه المرشحين لنقول بهذه الحاله بالاساس من قبل ساعر ومن قبل لبيد ومن قبل نتنياهو، كيف سترجحون الكفه في نهايه المطاف؟ طبعا مره اخرى اختي الكريمه، احنا نحمل اجنده للوسط العربي، هذه الاجنده وهي عباره عن مشاكل وهي عباره عن اشياء تثقل كاهل المواطن العربي، سواء كان على مستوى الجريمة أو على مستوى العنف أو حتى على مستوى التربية والتعليم وعلى مستوى الشؤون الاجتماعية. نحن مرة أخرى نقول ليس الهدف مرة أخرى إن إحنا نكون في جيب فلان ولا علان، هدفنا حقيقة حل المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي مين ما كان في رأس الهرم يعني. نعم. وبالتالي إن إحنا نقعد في الكنيسة ونجلس في المعارضة مع اليسار الإسرائيلي، مع ميرس، مع حزب العمل، فطبعا هذا لا يهمنا،
ليش؟ لأنه مش راح يقدم أي شيء، ولكن الذي يريد أن يقدم يجب أن يغير من الداخل وليس من الخارج. إذن يعني فاز أبو صيبان رئيس بلدية رهط وأحد قيادات القوائم العربية الموحدة، يعني قلت تصريحين لافتين، الأول بأنه لا يهمكم الجلوس بالمعارضة مع ميرتس وغيرها من اليسار، هذا أولا، وإذا كان هنالك وافق نتنياهو على مطالبكم يعني التي ستعرضون عليه فممكن أن تكونوا جسما مانعا يمنع طبعا سقوطه. نتنياهو غيره للمعلومة، يعني نتنياهو وغيره، في احتمال نتنياهو ما يكون هو رئيس الحكومة، يعني بيكون لبيد أو غيره. يعني مبدئيا هذا، يعني نحن نتحدث عن نتنياهو بالفعل، لأن من قال هذه التصريحات في واستمرار الهدم هو أحد المقربين جدا من بنيامين نتنياهو. فايز أبو صيبان رئيس بلدية رهط وأحد قيادات القوائم العربية الموحدة، شكرا لك على هذه المداخلة ونهارك سعيد. شكرا لك.